الاغاني فيشرق صور حب الحاني ارتله واحفظه واقراه بمعاني اسير بدرب قراني ربيعي انس ايامي صديقي بوح احلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي انس ايامي صديقي بوح احلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم اتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتدي مع القرآن اهتدي بقرآني فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين آمين إخوتي الأعزاء درسنا نعاوه وحنكبر الله بدون آية بقول تضبئي اللباتن سورة الأنعام آية عشر كينا وجوه الرئيسة يا آية عشر كني وجودن بيسح علي حاجة معناها حديد باكر دحية وربي وحو إن سويل تبارك وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما جدك إلهي الأمر أوتو سن وكاس هذا الراعيسان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قد فصلنا الآيات وان إذين بيامني وان إذين عديني آيات كي قرآن كاها يا سكو عبر قاضنا يا لقوم يذكرون قوم وعدوم يا او عبر قاضنا يا او انفع يا قرانك لكن انك ان وعد يا وانا او جيدنا يا عيارتي يا دانتدي هيلدو اي كلا قروح بدنت هي الهي كلام كيسا وح الله لي و هو تريا ما جرو وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره marka ilaahay wuxuu yiri dadka waanoobaya ee inay cibro qaataan rabo kuwaas uu quraanku anfacaya oo hidaayana u yahay tafsiilkeedana fahmaya allahumma ij'alna minhum hadaba kuwa sidaas ah intay ifka joogeen kitaabka ilaahay ku cibro qaatay aayaha dambe iyo noloshooda dambe halkay ku dambeyn doonta lahum waxay leeyihiin kuwaasi kuwa quraanka ku cibro qaatay intay intay noolaayeen lahum waxay leeyihiin daru salaami daarta nabadgelyada ayay geli doonaan waa meel aan cabsi lahayn waa meel aan cadow lahayn waa meel aan malakul mowt joogin waa meel aan gaajo jirin waa meel aan abaari jirin waa meel aan cudur jirin inta aafo laga subxaanallaystee adduunyada buuxda midna loogu tegi maayo waa daru salaam ودار نبت قليه يبت بعد هذا رنتي هلك أسي تالا عند ربهم إلهي أكتي سانك هل دونا وهو إلهين وليهم في الدنيا والآخرة إلهي با معود أهو قرقاره ده إف إي آخرة بما كانوا يعملون وحك لنا إلهي كما دورن عمل كودا إلهي الرالك النقضي
بما كانوا يعملون وحي أي شقين ين بعمل إلهي الرال كأها نقضي سيدا درتيد بإلهين ولي قودي الناصر كودا أو أهاضي اللهم اجعلنا منهم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس آيضها صو صعدة وحو إلهي تبارك وتعالى كغور رميا سيدا إلهي تبارك وتعالى وقرت أنق دونه مركو فرو محكمة عدالة ربنا تبارك وتعالى وحو سيقار مركو رؤوة هذا الشيين إبليس إيا إنتي الرعضي شيطان إيا إنتي معيس النقطي أيا إلهي سيقار مركو رؤوة حسابنا أو مركب قيامها إلهي خلقك صوصار ليس هوانان مايو ليس كتشري مايو والك لسوع ميا أو إلهي وحو سورة ياسين نوغا قور رمينو إلهي أرندونو وامتازوا اليوم أيها المجرمون نوال بكيد دنبي لهاية كان دنبي لهاية نوال الله قرن يا وجه جيسا ننما وجه جيسا قطر إيبوحا كم وغضم دو وجوه يومئذ ناظرة وجيالك قاركود نوي افتيما يانو نور باسارا مركا مجرم إيا مؤمن لك لقرن واي ما يمال انت قيامها ويبك لسعيهم با مركا سال الله أرانا يا هدنا لسكو نحجر ما يامتازوا اليوم أيها المجرمون وحي إيدي سنيال أهود دنبيليالي وإسكران إيساني داني سوغو صعما وحي إبليس إيا وحي الراعي باد داري سوغو صعما وحانا لچوچين إيا قرقر كنارت جهنم با لچوچين إيا وهم جثة إياغو چلبها أو دعسن أو هلوغ إيو أوميغا جهنمنا أو كسو بحيو هلكا صاحب تودي ودا هذا الكود قبل الله مدونا مركاسا إلهي تبارك وتعالى لبضي الرفيق آية شيطان كي يكير راعي أيو إلهي قرتو دي هرتقلي تاسا إلهي كور رميا ما عشر ردن عاو إنتي ضبضا قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيره واذكر يا رسول الله يا محمد رسول كي أن دورنا يوددك أغورن هسي قرشيستين وها كتلقلين مالين كاعلوس يوما مالين أغورن يحشرهم أو ربي سو حشرين دونو سو أرورين دونو جميعا إذي الكودب رمان وإلهي سو أرورين دونو خلقك أو يقول أو أران دونو مركو إلهي سو أروريو يا معشر الجن جمن كيو قد استكثرتم وأكبر الله ستين وأكبر ستين من الإنس بن آدمي شيطان كي وحي يعني أنبني يجين كي وحنبي أيو إلهي أرانيا الله إله سرمضي والله شينو وأكبر ستين سد وافية أيا كهشين بن آدمي وإبليس ما مركي وغوه الرئيسي وواكي كبالان قاضي ثم لا تجد أكثرهم شاكرين ددك إنتي سبضا وحانس كده يدونا إن أنا يكون مهاد نقن سدي بانه أود عذاب سدي إلهي كورنامي مركا أباليس تبى لورنا يا شياطين تي وكعقل بديسين وكب الله يستين وكبت ستين بين آدمي مركو إلهي يعني وسيدا كوي راه ذو جنكا أيو بين آدمي جينا يعني وحوجا إسيرة حم ببورة يايو وحورنا يا وقال وحورنا يا بين آدمي جي أهل النار كاها أولياؤهم أي أولياء الجن جنك كوي رفيق الله نقضي أو من الإنس بن آدمي أها أيا إيانا أرانيا ربنا ربك يو استمتع وارا حيستي بعضنا بركا يبا ببعض بركا كلا إبليس هدف كي سوحو أها أو كفرحا إنو عيد أنبيو إساقو إنتا سوكو را حيستي أنغنا معاصدي iyo xumaantii uu noofududeeyay qalbigayaga uu u waasiciyay ayaama waxooga waan ka yara hawsiinay marka labadayadu way isku guureynay bay oranayaan wa qala awliyaahum min al-insi kuwi bina aadmiga ahaay shaydaanka wali u noqday ee ehelkiisa noqday rafiqa u noqday waxay oranayaan rabbana rabbiga yow istamta'a ba'duna wa kurra haystay barkayaba bi ba'din barka kale oo ibliiska iyo jinkuna uu naga faa'iido waa kan deena anbiyay hadafkiisu intaas uu aha annana hadaf beenbeen oo ku meel gaar ah baan u lahayn oo inaan adduunyada macaasi oo aan ka yani ka hagnaan rabnayo
intii nalooga qoray waan ka qaadnay. Wa balagnaa, waanu soo gaadhnay. Ajjalanaa, muddadii alladii ajalka iyo muddadaasoo ajalta aad noo muddaysay lana annaga, maantana waqtigii la ballamay baa taagan. Marka waxay qiranayaan inay Ibliis raaceen oo ay isku danaysanayeen, oo Ibliisna uu ambinayay iyana ay macsiyada wax moodeen. Maantana waqtigii ajashii inay taagan tahay oo qiyaamihii la taagan yahay. Qaala, markaasuu Ilaahay odhan doonaa, annaaru mathwaakum, haddaa qirataan inaa macaasi samayseen, haddaa qirataan idinka iyo shayaatiintu inaa isku guurteen, haddaa qirataan inaa kala faa'iidaysateen, maanta waxaa kasbateen oo halkan idiin yaallaa ma jiro labadiinnaba. Annaaru, naar baa, mathwaakum, hoygiinna ahaan, khaalidiina fiihaa, waanad ku waaraysaan dhexdeeda, ilaa maa shaa allaahu, muddada Ilaahay uu qadaray mooyaane, muddada Ilaahay uu qadaray mooyaane inaad naar ku waaraysaan qorshaha ku darsadabaa Ilaahay odhanaya. Marka haddaba ilaa maa shaa allaahu istithnaha, inta Ilaahay doono mooyaane waa intee. Culimmadu way ka hadleenoo waxa Ilaahay uu leeyahay bay yidhaahdeen, intaa xisaabtu idinku socota ee lakala baxayo, ee nin walba kitaabkiisa iyo camalkiisa loo miisaamayo, intaasaa naar idinka hadhay, muddadaasina inta Ilaahay doonay noqonaysaa. Oo dadka qaarkood 50,000 sano bay ku noqonaysaa, qaarna 1,000 sanatin mima tacuduun bay ku noqonaysaa, qaarna way uga yaraan, qaarna way uga kordhiyo, way uga badan, nin walba intuu ithmigiisa iyo dembigiisu la'eka. Muddada xisaabtu idinku socoto, nin walba intii Ilaahay uu u qoray ah, intaasaad naar ka sokaynaysaan, wixii intaa ka dambeeyana naarta waa ku waaraysaan. Markii ay yidhaahdeen waan isku raaxaysanay, wa balagnaa, waanu gaadhnay, ajalanaa, muddadayadii baanu gaadhnay, alladii ajashaasoo ajalta aad noo muddaysay lanaa annaga, qaala, markaasuu Ilaahay ku yidhi labadoodiiba, annaaru, naar baa, mathwaakum, hoygiinna ahaatay, halkaa gelaysaan iyo gurigiinnu waa naar, khaalidiina fiihaa, waanad ku waari doontaan, ilaa maa shaa allaah, qadarka yaree Ilaahay uu qorsheeyay, nin walba intay doontaha u leekaatay xisaabtu ku socota mooyaane, markay xisaabtiinnu dhammaato eed naarta gashaan waad ku waaraysaan. Inna rabbaka, Ilaahay iyo rabbigaagu, xakiimun, waa xikmad badane, caliimun, oo cilmi u leh makhluuqaadkiisa iyo qulubtoodaba. Wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun. Ilaahay wuxuu inooga warramayaa asbaabta qofka bini'aadmiga Ibliiska u jabisa, cadowgiisa Ibliis sabab buu qofka bini'aadmiga ah uga liibaystaa, waxaana weeyaan camalka qofka bini'aadmiga ah. Haddii qofka bini'aadmiga camalkiisu xumaado, isagaa isu dayacaya Ibliiska, markaasaa Ilaahayna ku sallidayaa. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سورة إسراء بان كوارك دونا يدو إلهي لي هي إبليس وعدي كوف يعني كوفر نتا إبولا حفتدا أبقتا إريو أوديتس هداد عيدا ليدا هاي لقعة كو إريو هداد فردولي ليدا هاينا كوديتس ubadkiiyo maalkana la qaybso, farahankaaga qaadayaa wixii moorada islaamnimo ka baxa ee Ilaahay xadhigiisa gooya, aniguna waan kuu daynayaa Ibliisow. Markaa tii baa dhacday oo wuxuu Ilaahay leeyahay, wakadaalika, sidaa aad arkaysaan, ayaanu nuwalli, aanu weli uga dhignaayo, aanu uga dhignaa maamule, bacda aldaalimiina, inta daalimiinta qaarkoodba bacdan qaybta kale, intii xun ee daalimiinta ah waan israacraacshaa baa Ilaahay yidhi. Khamriiluhu khamriiluhu muu doonanaya, beenaaluhu beenaalay u ka helaya, kan zaanigii zaani unbay isugu baxdaa, kan riba cunaha riba cuno unbay isugu baxdaa, kan qaatilka qaatil kale unbuu rafiiq la yahay, midba midka ay isku saaxiibka yihiin ayay israacayaan, shimbirba shimbirkiisu unbuu la duula. Sababta laysu raacraacyaana waxa weeye, bimaa kaanuu yagsibuun,
نيو اللي بوح وكسب ضيب ورفيقي صن قنيا وح عادة كدكت عمل كدكتو كي كلا العادة أهون بيسهليا سيدا درتيد با وحي إسكو طبيعي وحي إسكو معصياه با أي إسرع عن قوة حشيشة دعبة مد كا حشيشة دعبة مد حشيشة عبوم بمالو كلا بلاد بقرو سيدا مجنت كم بيسوتشي دنيا وكذلك سيدا درخي سامبان نولي رفيق وقدقنا بعض الظالمين وحي ظالمين نغضبا بعضا بركة كلا ظالمين تا بما سببتنا كانوا وحي أهايا يكسبون وعمل كي شقيستين نول بعمل كي سنبا قدرة صاحبك ويالنا إن القرين بالقرين يقتدي صاحب صاحبك سنبو إكتا أو ننكا خبري عبك أهي ننكا محانكو إلى هذا مساجد كي قليا أقوم بحيسو إسراع مايا يا معشر الجن والإنس مركا أي نار تقلان أي عتابان أي الله لحظ ليا جنكي إنسو قبع وعباضيان مركا عباضان أي وحال أورانا يا معشر الجن أرور كان جنك أهو والإنس إيا كوحدا إنسي قنو أهو ألم يأتيكم ميانو إذين إمن رسول رسول ميدنان أركن ميا منكم إذنك كامد أه إرقو حق إلهي كسعوتو إذنك كامد ملا ميدنان أرق أو يقصون عليكم إذنك ورميسي قص يقص قص ووق صوضي ويوك ورمي ألم يأتيكم ميانو إذين إمن قوم كان إهل النار كالنقضيو رسول رسول إذين ما إمن ميا أو منكم إذنك كامد رسول شاسو يقصون عليكم إذنك قصوضا آياتي آيات كيجي وركيجي وحيدين كشيجة وينذرونكم أو إذين كدجة لقاء يومكم كلن كينا مانتا هذا أكنة ما لها مالنتن أي نتاجن هاي ورمقبت إذين كه الشيء ورب ملاك ما إذنان هين أنبياء الرسل إذين كورنتن لقاء مانتن لكلن كائن ولهين ما لا وحور بحنا كما إذنان هين بالغو أرانيا قالوا وحي أرانيا أن مركز سؤاشا لويدي شهدنا على أنفسنا الله يوم مركة لما مانت ومباهن أنك إسكو مرخات فرينا شهدنا وحانو كمرخات فرينا على أنفسنا نفت يدا أنك كمرخات فرينا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الله يو مقلكي سمعي يبصركي أن نسيسي ما نانك فائدي سنوان ضيعني فرصدنا دافتي بين نقطي أنك أنا ما أنت مرخاتي إسقفلا وين سو قارين واركوان هلي وغرتهم الحياة الدنيا وغرت وحا خيامي صوت دكتي وهو ساسيسي الحياة الدنيا نلوشا الدنيا ذا كدس كن نقطو هو ساسيسي وحا إسلاح بالرسادن مصد أولا آيان أي وقت قبا كتغي وشهدوا على أنفسهم أيغا نفتو دا كمر خاتف فرين ما حي كمر خاتف فرين أنهم إيغو كانوا إنا يهان شرين الدون كي كافرين إنا قال آيان إيغا با إس كمر خاتف فرين ساسا إلهي لذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون آيات القرآن كنا وحي كور رميسا سببت إلهي أنبياء أصدروا محيطهاي وحوية سببته إن أنا يهدو بنا آدمي قعدر داري مرمرسية أنا شاقنن أو بنا آدمي ورمساكتا اللغو قبتي هدو آنو أوران الله يود وحبا ما أغين محادي شاقنيسا أو إلهي عدالة ديسا وحيطهاي إن ددك هرت الله ورمو سؤال بعد مركا إسوي الدين وأنا سؤال ديني حقنا وادو الله يدهينا إسوي ديسو شاقه وحادي قورنتا nin baad dhashay isagoo indhala oo dhagala baabu dhashay sidii buu ku weynaaday dhawaaqi wadaadka iyo dhawaaqi nabiga waba maqlayo nin baad dhashay isagoo sabiye buu waashay marfuuc alqalam noqday sidii buu ku weynaaday uu ku dhintay nin baa maanta nool wuxuu ku nool yahay booliska adduunyada ugu fog halkii saasu xoolihiisa iska raacda waligiiba ma maqal nabi ba jira ilaah ba jira maxaan ku idhaahdaa janna jirta naar ba jirta sabab lagu abuurtay ba jirta
weligiiba ma maqal. ilaahay mana caasiini mana caabudina sidiisaasun sida bahaymta isooga noola sidii buu ku dhintay. maxaa laga yeelayaa marka qiyaamaha lasoo saaray? ilaa waa lasoo saarayaa ruuxa caynkaasa ee aan wacdiba gaadhin ama aan wacdigii warba u haynin sababtuu doonaba ha u maqli waaye. maxaa laga yeelayaa? ilaahay muxuu ka yeelayaa tabaaraka wa tacaala? ilan ilaahay wuxuu yidhi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan, addoommaha ma cadaabno ilaa ay war naga helaan, ilaa aan rasuul u soo dirno addoommaha ma cadaabno. marka axaadiis riwaayaadkeedu aad u kala riwaayaad badan ku soo arooray ayaa waxay warinayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii cudurdaar yeesha ee asbaabtaasoo kale cudurdaar u noqdo gaar baa loo saaraya. cadaabka markay arkaan oy jannada arkaan ayay cadaabkiina ka baqanayaan, jannadiina way xiisaynayaan. markaasay ilaahay odhanayaan, allahayow annagu adduunkii intaan joognay kama faa'iidaysanin nicmadii rususha, waxaana waan waxun baan qabsan lahayn sida dee kuwa ahlu khayrkiiba u qabsadeen. allahayow maanta maxaad naga yeelaysaa? ilaan warba ma hayna, aadna caadil baa tahay. markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa dadka kale ee maanta meeshan taagan, rusul baan u diray, wax ka faa'iidaystay waxaan ka faa'iidaysanba. anigaa maanta rasuulkiinna ah, haye amar baan idin siinayaa, amarkaas qaata. haye waa yahay ilaahuna amar waxaad yeeshaan. waa xadiis xasan iyo saxiix bale, orday oo dhaqaaqo cadaabka gala. soo cadaabkii kaa maaha ordo oo cadaabkaa gala, soo addoommahayga ma ahidin, ordo cadaabka gala. way dhaqaaqayaan, qaar baa soo joogsanayaan oo allahay waxaan ka doodaynaa cadaab buu ahaa, waxaan aad nagu amartay muxuu yahay? qaarna way gelayaan, markaasuu ilaahay cadaabkii ka badbaadinayaa oo halkii cadaabka ilaahay qabow uga dhigayaa, kuwaa wuu soo celinayaa. marka wuxuu ilaahay odhanayaa aniga oo rabbigiina, marka hore inaad amarka qaadataan bay ahayd, anigu sidaan markaa rabo aan idinka yeelo, laakiin haddii idinkoo ifka jooga aan bini'aadmi idiin soo diri lahaa, xaaladda maantana wacdaraha taagan ba aad arkaysaan oo jannadii arkaysaan oo naartii arkaysaan oo ilaahay ba idinla hadlayo, ood ilaahay war ku soo celiseen inaydnaan adduunka haddii wala idiin sheeganaan war aydnaan bini'aadmi ka qaadateen baa cad. udkhulu naar, intaasun baa lagu amarka ilaahay in la qaatiyo in la didun baa lagu cadaab gala ama lagu janno gala. ibliis muxuu ku cadaab galay? usjud liaadam, sujuudi maayo, intaasuu ku cadaab galay. adna maxaad ku cadaab gashay? orod cadaabka waxaan ka damacsanaya aniga aqaana, orodo cadaabka aad ilaa addoon baa tahay adigu, cabdun ma'muur baa tahay. haddaad diiday waxay ka dhigan tahay markaa inaad daacad ahayn. sidaasuu ilaahay ku kala saarayaa. axaadiis badan oo soo warinaya culimmada sunantu baa sheegaysa. marka ilaahay wuxuu ka warramayaa kuwaas, marka waa dad naadir ah, laakiin gaaliban makhluuqaadku warka way wada hayaan. adduunyadan wixii aan dhawaaq gaadhinna aakhira ilaahay ku kala saari doonaa, wixii dhawaaqu gaadhayna ilaahay tabaaraka wa tacaala cudurdaarkii wuu u dhammeeyey. sababta markaa ilaahay ambiyada u soo diray waa hadhow marmarsiiyo, lialaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arrusul. ambiyada sababtaan u soo diraa waxa weeyaan buu ilaahay yidhi, hadhow ruuxu inaanu marmarsiiyo iyo doodba aanu helin, sababtoo ah wa kaana linsaanu akhara shayin jadala, bini'aadmi wax la abuuro ilaahay abuuray, bini'aadmi wax ka dood badani ma jira baa ilaahay yidhi. markaa doodu inay la marto, ilaahayow warba maan hayna maxaad igu gelaysaa, si aan taasi u dhicin ayaa ilaahay warka u soo diraa. daalika, sidaas ayaanu arsalna rusula linnaas, sidaasaan dadka rususha ugu soo diray. daalika an lam yakun, daalika arrinkaasi wuxuu daliil u yahay an lam yakun rabbuka, inaanu ilaahay noqonin muhlika alquraa, inuu magaalooyinka halaago bidulmin, gardarro iyo warla'aan inuu ku halaago inaanu ilaahay noqon. wa ahluhaa, ehelkeeduna kaafiluun, ay warmoog yihiin, ummad warmoog ah oo kaafiliin ah oo warba haynin inaanu ilaahay iska halaagin darteed ayuu ilaahay ambiyada u soo diraa. daalika arrinkaasi wuxuu u dhacay
ألم يكن إنانو أهانن ربك ربك مهلك القرى قريوين الهلاقة بظلم ظلم يقدرك هلاقة إنانو نقن إن إلهي حديث القدس كلها إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أهدان إلهي أهي وانسكما نعينا أضمها يقظلمي إذنها يظلمينا مركا ظلمي إلهي ويسكتشوتي يدو آن عدي كل حساب تمن كل حساب تنتين مركا إلهي وحولي سببت أن أنبياء أسوة دري وحوي إن أنو إلهي نقنن مهلك القرى مقالوين مذهلاقة بظلم ورلعان يظلم أنكو هلاقة والحال أهلها أهل كيدنا غافلون عن وربهين عدالة مركا نقن ما نقن لهين إلهي نوع عادل تبارك وتعالى هذا وركي سو الله ما هيو سو النبي الذي ما إيمانن محل يلا يادتك ويكل عمل بطينه وحي أشهاته بما يسكت درجة على قد جيا وحي قالوا بما يسكت مال بلا وده قلنا يا ماي إلهي تبارك وتعالى الروح والب عمل كي سوحه أجويه هدو الشري هين وحو أجويه سينا يا هدو خير شقيستنا وحو أجويه أيو إلهي كو أبا المرنا يا ولا كلا درجة سرينا يا هداي كنا نقطي هداي عذاب نقطبا تيبو إلهي كورمايا ولكل روح كستا درجات درجوين بوهليا أو مما عملوا وحي وشقيست كحرا وما ربك ربك ما أهان بغافل مدموغن وأن كورهين عما يعملون أدومه وحي شقينيان إلهي مموغن أحد ولب كسبك أو شقيست أمبان عمل كيسا أبال مرنتي دو أي أغسرق إدونتا وربك الغني ذو الرحمة مركنا عن إذن لا يهي عبادة يستا عبادة ذي نوحبا إيطري ميسبا إلهي ليا وان كم مار غنبانا هاي أو عبادة ذي نملكي جيغا وحبا كما كرديسو عسيان كي نملكي جيغا وحبا كما نقصاميو أي وحي عمل أهيات شقيستان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها تيبو إلهي كورمي آيو وحو إلهي كله مركن إلهي عابد لقول لي أدقي درجة هذا كحران تاي أي إلهي وحبه كردين ميسد وربك ربك الغني وإله أهضن ذو الرحمة صاحب الرحمة وإله نحريس صاحبه إساقو آن الدومها وحب منفعه وقجرين نلشو دي عبادة دو دبنا هدنا إنتا النعمة إيو وصينا يا ديق ديسا إن يشاء هدو إلهي دونو يذهبكم إلهي وإذن كحين كرا وإذن ترتير كرا إنتنا مانتا النور ويستخلف وحو إذن كبت دلن كرا من بعدكم قداشين ما يشاء عدي أودون أو إذن كمانتا النور بقار باكة شوكتان أوي أوي ويالكين أوي كوي كوي سير دلي كوي سير دلي مانتا إنقا تاغن سيدا كوا هوربا أي أبحين با إذن الله إذن كحين كرا قار كلانا إلهي وأدي بكرا الدنيا دا ما ملكيه فما كان وايهي إن يشاهد إلهي دونه يذهبكم وإذن تكسين كرا ويستخلفوه إلهي بدل قادن كرا من بعدكم إذن كقداشين ما يشاء عدو دونه كما أنشأكم سيدا أمركي هربا إذن باللابي إذن أبو ريبو من كما أنشأكم سيدا إذن با إذن كدليي من ذرية قوم قوم تفيرتو باتهين آخرين كلاو تغي ذرية قوم آخرين ضد كلا تفير تصومان تيدكم ما أهيدين سيدا سو كلا إذا نعد كلا إذا كبدل قاضن كرايو إنتو إذا كإذا تكسيو ذرية كلا إلهي كيني كرا ثم الله يكون أمثالكم مركزانا إذا كوا كلا نقول دونينو أي دين تإلهي أجرجاري دونا إلهي كوا أقاط إلهي هاي نجيل كما أنشأكم سيدو إلهي إذا كبيري من ذرية قوم قوم تفير آخرين أو مانتا أنشرين قار كلو تجيئة سدا تفير تيدا أوتيهين با إلهي تفير كلا إذن كريب كرا إنما توعدون لآت وربان إذن سينا يا با إلهي لأي الدنيا دوية إذن هدين إنما شيغ توعدون لإذن كجو دين يا ددو لو الله وعزتي وجلالي بان كدار تآت وإيمانيا وركا آن إذن سيئة هدو ناري هدو چنية هدو حسابي هدو چت سرادي هدو كتاب كي لقيبين يأي هدي وضحاد الكتشين إيا إنسيقي إس أنبيي سيدي أدو ديان أي تهي وركا صور دمو وابلنقات لآت الوانو إمان دونا
وما أنتم بمعجزين إلهينا ما عجزكين كرتان إلهي تبارك وتعالى كما بحسن كرتانو إلهي ما عجزين كلي كرتانو إلهي كما رومن كرتان قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إلهي وحو النبي قويل عليه الصلاة والسلام نمنك قال هذا يا هيسان وحاد قلت إلى هذا نمن يو عن رفتي ندب اللقاء هداد هو كجرتين إن أنا إذن راعي الدونو وأنا دين تنازل يون دين تأذين كبح الدونو تام يليو وحك لو أرنب مويان الدين تيد وح قرقرتنا إيه وح شروط ما أقبل يسو إلهي ككفري أنيقو إلهي دبو أقوان صدي تأييل ماي نمن يو مرنا تاكتين مرنا تمرتين وحد شقين كرتان قبان كرتان يلا أن التيد أصان وضان إياه لكم دينكم ولي الدين قل وحد كتلا نبي الله وقومك قالوا بي يا قومي قومك كيو اعملوا شقايا على مكانتكم على صيرتكم على حالكم حال الدين اسك جيره اني انغنا عامل وشقينا على حال سيدي داسان انا وشقيسنيا ودينتي داسان الهي كعابوديا اذن اصنامتا اي قريهنا اسك عابود هدا اذن لا اهاتي فسوف تعلمون سبن دو وا غران دونتان من احدك تكون اي او اهاتو له اسغا عاقبه الدار أحد كي أنقون دونته وأهان دونته عرب دنبيتك إنه لا يفلح الظالمون وحد سحي سابت كدر ستان إنه شأني أمر لا يفلح إنان الليبانين الظالمون أحد كالظلم وضع مرن بإنان قوش كدن بينين والعاقبة للمتقين وجعلوا لله مما ذأرى من الحرث آياتني آياتها صوص عضوحوا إلهي كقور رميا دين باطل وأي نمانك قريشي سمايستين وأي اسكود دحدحاد الربان أصنامتي إلهي تبارك وتعالى إن أصنامتنا الرالي قليان إلهي إن اسكود ديان إن الرالي قليان وحانا يدير رالي إلهي كنقونا ينن أو وحبي سمايستين قوانين إيو نظام بي سمايستين أي مال كودة كم معمولان أو لبا قرداق وأصنامتنا أي وحكسو قلين إيان إلهي ندنع أي وحكة الصينيان ورقن الله يا بيس آياتها قرآنك وإمام محام كل هذا عبد الله بن عباس بوحو ورنجري قريش يدقن حمد إذا ننكي دونيا آياتها سكب الله مهلك سورة أنعام آدها وآخرستو إلهي مركا وحو ليه حول مركا بير قطان قريش نبا بير قطان ايا بير تاوك لسيرين ايا وحورن ايا انتا إلهي بانو بير ايا انت انا اصنامتا نو بيريا انت انا انيغ اسكله حدي مثلا انت الهي سفي عنو بحضو او انت اصنامتا افا كدعضو وحي اوران جيرين الهي واغنيه انتيسا وحد سيسان اصنامتا هيغا باهان اصنامتا سي حدي تا الهي بعضو او تا اصنامتا اي سفي عنو بحضنا waxay oran jireen asnaamta ayaa laga taaban wuxooda sababtoo ah ilaahay uma baahna waynu ku sharfaynay de ilaahay oo waxay ahayd beer sharafeed ba iska ahayd saasi ahaan jirtay haday xoolo dhaqdaana xoolahaas qayb ilaahay bay ku samin jireen intaas waa intii ilaahay qaybna asnaamta ku samin jireen qaybna iyaga laha hadii qaybta asnaamta dacwo wax ka cunto أما عذر بكر رعاية دنتان أنت إلهي أي أمك عابين بي أقبوحين شرين هديت إلهي وحقاران وارو مباهنا إسكدائي بي أورين شرين وحبا أصنام تاكسو قادنة ساسي مركا عدالة الرضا حتى وحي أي يقو اختيار كودة كو قيبيين با مركا آفة ما دهدنا أي أصنام تاوي حان شرين وحساد دين وها قال الله تبارك وتعالى إلهي وحولي وجعلوا لله إلهي بي أمك عابين مما ذرأ مخلوقات كيو أبوري من الحرث بير توح كم ذا مخلوقات كإلهي بي كم تاي أي إله ذي نسوق مخلوقات كأردن بإلهي إسكالة أي بيرتي أي فلان قيب كم ذا إلهي كسميين أو مغعابين ولا نعامي نعمولا إذا أي دقدانا قيب بإلهي كم مغعابين أو إله ذي وحوله إلهي نصيبا قيب يسد وجعلوا لله نصيبا إلهي قيب بي أمك عابين نصيبك واقيب يا قسمي أي إلهي أمك عابين مما ذرأ وحي وإلهي أبوري
ومن الحرث والأنعام هذي بيرتها هي هذي حولتها هيبا. فقالوا مركا سيدا هذين هذا لله قسمك الله يسكله بزعمهم واصدا إيقو مركا أي لا أحيط بزعمهم واصدا إيقا لا أحيط. وهذا لشركائنا قيبتانا أصنامتان أمك عوني بي أرنشرين. فما كان لشركائهم سدك شركة أسق ناضي فلا يصل إلى الله إلهي مرنا وحكمسه قادان معناه حويان هدي إلهي بيرتي سبعضه بيرت أصنامته وحب الله وقمكب إلهي. وما كان وحي أسق ناضي لشركائهم وحي أمك عابين أصنامته فلا يصل إلى الله إلهي وحبك مسه قادان. وما كان لله قسمي أي إلهي أمك عابين سه فهو قسمي قاسي يصل وصو قادا إلى شركائهم أصنامته ذا. وهذا أصنامته خسارته أما حولو كردنتان حولها إلهينا بدبادان كإلهي بالغفو ريالا وأصنامته اللو مرنبا أصنامته النقصان لوما أقلي خسارة وحي إلهي أي أمك عابين هدوبه شركة يعني أصنام تلما يرادو إلهي وحكسية هدي أي أصنام تو حكبة أنسة شركة ويل حريران ويسيا ساء ما يحكمون أيجا شرع جند شيء هذا نعد على الدرة وحكم معمولين إلهي الدنيا هي لك كمالها لكن واحد فهم يسابع إلهي لي إن أنا حتى شرع جنا يد تشستن دعات كاهين نظام كنا يرادن كنا إلهي أنسين كنا أن أصنام تصينه سيدا هذا قوة لهاين dad azimad loon baabeen qolay aakhirka markay xaq arkaan way raaci lahayn laakiin markooda hore baabay ahaayeen dad bila azima ah oo aan go'aan balahayn saa ma yahkumun alla ilaahay hukumka ay dajiyeen waa wax liita way wakadalika sidaas oo kaleba zayna u qurxiyay likathirin in badano min al mushrikiina mushrikiinti arbeed ah waxa u qurxiyay قتل أولادهم إنا أبد كود اللايان وحقوق رحية شركاؤهم كوا أي شريك كنكتين الشياطين تاء إبليس أي كرة عشرين وح قلبك كجا أخريا دنا وح إلهي كم مثلي إنا إبليس إلهي أبو شريك يالين معنوه حويان شيطان باوح كدا دعيي حبلها الدلاء وحبال نولولية عيب بي هدي كلا يدين سو تشي ديان وهذا عمر كأثر جس قبطان إل دجالنتان هدي لا يدين كأت كادو هبلها إنت لقفا شيء رك له قعنت أوجليان أما إنت محان كرا لفرح مايو أيه فول حما كولا إيمان يان عاري عيب بي يدين كتاي مركا هبلها هو إن الله يا ويقالت مركا عربي قبائل بضم بس إذا كنا قمتشريو هبلهم مركا يدشان أيه حبل نولولين شيرنا إلمهي أن نول أي أنت جدو قدام بي كروج شيرين وإذا الموؤودة سئلت وينجي صامرني القصين كذا دار سيد عمر يوحي كصاب سنانا أي نكص صامرنا وقت جيسي مركا إلهي وحولي تبارك وتعالى إبليس أو أي إلهي وجو شريج يلون سجل إنك أمر قادنا يانه أي وحو أمر كسيي إن أبد كود الله يان لبص بابود ميت كود هبلها ويلين شيرين عيب كعرر إنما ذا نمر مر بين ليجنين فقر كعرر ولا تقتل أولادكم خشية إملاق وكي إلهي لها أبد كينها الله إننا ما أدون كان إذن كف الآن إن درتيد أبد كهو الله إننا سيدا ما أنت قالدو أي تلاهدو عرورتي هل حديدو وقفك يولا بك بضنين سببتو أو أبا إلهدين هدا يددك بطان ما عنتدى الدنيا دان كف الآن إننا waxay sii oo darasanay dhahan markuu sabanku inta gaaro cuntadu way yaraanaysa oo dadka kuma filanayso biyaha dhulka hoostiisa ku jira markaanu ku sameeynay maxaan ku dhahdaa in estimation ku sameeyno qiyaasnayna biyaha adduunyadu muddo inta leeg bay ku dhamaanayaan waxba isu geegeeyaan beenbeen ah mar alaali markay yiraahdaan sanadkaas waxa dhacaya isku filanshalaan ilaahay naxmadiisu sii daaya markay ilaahay sanadka isku filashaan gaadaynaana ilaahay tabaaraka wa taala markaas uu kaaga giisa ka xidha dabadeedna markaas uu ilaahay tusaa daciifnimadooda wax ay sheegaan ba ilaahay waa beentiin buu yiraahdaa marka nimankan maanta aynu u curaaranahay ee maskaxda ay naga haysta waxaan ay ka sheekeynayaan caruurta hal la xadido caruurta hal la yareeyo iyo nidaamkaas adduunyada hadhow cuntada yaraanaysa waxba kama jiraan wax alaali waxay adduunyada ka ogihiin ma jiro intaas soo jeer bay warar ino sheegan been bay noqota
kama daba tagno gaalay beentii nibal ka warramanira sanadkan imka aynu ku jiro waydinkii ooga barbara iyo boosaasi ha laga qaxo duufaana dhici doona waa in maatada laga rara oo dhul badan baa baddu ku soo fatahay sawidkii maqli jiray bibi sidaa tiri markaasaa barbara dadkii joogay oo dhan intay gawaadhi ka waati gawaadhida la kala waydiiyay ogeydeen iyo boosaasi oo ay ka hadlayeen kuwa maamulka maxaa ugu tala gasheen waa tan maxaan ku jiraa hadaa duufaanadu ka dhici doonaan barbari iyo boosaaso iyo wixii aan gawaadhi heli karo waan sii diyaarsanay waxaan waa tibuha bahada markaas waxay inagu yiraahdeen 15 maalmood cadceed la arki maayo dhagihiina ku maqlayseen maalin kaliya cadceed maana waayay argaala beenta naga daayana oran mayno sanad kasta waxay oranayaan maalmaha qaarkood dhagax weyn baa wuxuu ka soo dhacay samaawaadka uu soo walhanaya qaaradda afriku ku beegan yahay dhagaxaasina qaaradda afriku la eg yahay markaas hadda meey qaaraddii uu ka bayrayo wuxuu ku beegan yahay amerika ayuu ku beegan yahay soomaadan maqli jiray aaway dhagaxii amerika ku dhacay meel allaal imaanu ka baxay ma jiraan waa khuraafo iyo been iyo waxay inagu wadaan khayaaliyaad markaas maynu dhagaysanaa b b sida caynkaa sheegtay maynu odhanaynaa markaasaa maalinba mashkilad baa la abuuraya taasaa muddo laga sheekaysanaya oo la odhanaya waxaasaa la sheegay maalinba cudur hor leh oo laba qof keliya ku dhinteen baa la buunbuuninaya markaasaa dadkan maxaan ku jiraa ducafadiina wixii bay wax weyn ka dhigayaano markaasaa cimrigoodiiba hadalhaynta b b sida iyo maxaan ku jiraahdaa wararka baatilka samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqowmin aakhariin beentay aad iyo aad u dhegaystaan baa b b sidaasaa dadkan maskaxda ka haysta haddii imika berri uu yidhaahdo bishii rabadaan way dhalatay b b sida qaar baa soomi doona b b sidaa sheegtay bay odhanayaa b b sida waxay noqotayba waxaan beenba aqoon bay ka dhigay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga warramayaa in nimankani aanay wax allaaliya wax xeeroy ku dhaqmaan iyo wax nidaamoy ilaaliyaan iyo wax allaaliya waxay qadariyaan aanay jirin waa been xeerkan caalamigee lagu sheegaya waxba kama jiraan xuquuqal insaankan laynagu khawiisay waxba kama jiraan waa wax innaga uun laynagu maalo oo laynagu bahdalo wey waxba kama jiraan waxaanay caalamka sheekaynayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay qaanuunkay dhigtaan ma qadariyaan wa idinka arkaya iminka ibliiskan adduunka ugu weynaa cawaran ee maraykanka la yidhaahdo adduunyada wuxuu doonuu ka falaa dowlad allaaliya dowladdu doonuu ku duulaya maato allaaliya maalintadu doonuu burburinaya cid su-aal weydiin kartaa ma jirto wuxuu taagan yahay qofkii hadalkeena lacnada maraykanka ku dhacaysa lacnatul maraykani calayhi buu ku leeyahay war ma ilaahaybaa marka adduunyadii way gumaysteen markaasay berigii hore oo aabbayaalkeen teenin cad baaban u yiman jiray oo odhan jiray waan ku gumaysanayaa raran jiray iminka kii cadaama jooga eh maskaxda ay naga haystaan oo ninkaas hore waxaabu dooni jiray inuu waxaan iska kor qaado heeryada gumaysigaa la odhan jiray sidii si ka liidata ayaa maanta aynu u curaadannahay oo gaalo ugu garbadoobannahay caqligiiyo maskaxda ay naga haystaan inaynu xorownana xataa kuma fikirayno xeerkooduna waa xeerkaasu kaa maanta ilaahay ka warramaya ka maanta ay ayaan waa samlay deer waa isku mid marka ilaahay wuxuu leeyay nimankaasu wax allaaliya waxay qadariyaani ma jirto waa caalam alghaaba bay ku nool yihiin oo waxay xeerkooda waxa weeye ka rooyn reerka u hadho adduunka waxay wax ku xukumaan waa quwad uun ninba ninkuu ka xoog badan buu baad ka qaadaa oo haddaad waxaa yeeli weydo diyaaradaha bilaa daa'irkan kugu sallidaya waa intaas iyo madaaficda maxaa riddada dheer labaan bartaada adoo taagan kugu soo toogan intaasay carabisaa uga fashlaysaa iyo afrikaanku maraykanka ayna arkaya satellaytka ayna daawanaya waxaas waa been been weeyaan ilaahay baa waxaasoo dhan ka weyn marka ilaahay wuxuu leeyay tabaaraka wa tacaala nimankaasu wax xeer iyo wax qaanuuna ma yaqaanin gaalba hadduu yahay wakadalika marka ilaahay wuxuu yidhi wakadalika sida aad arkaysaanay bilaa xeerkaba u yihiin ayaa zayana likahiirin in badan buu u qurxiyey oo min almushrikiina kuwa mushrikiinta ah qatla awlaadihim inay ubadkooda laayaan buu u qurxiyey yaa u qurxiyey shurakaa'uhum ibliis liyurduuhum muxuu uga jeedaa ibliis inuu baabi'iyuu rabaa inuu hal liyurduuhum liyuhlikuuhum inuu halaago ayuu doonaya waliyalbisa waliyalbisuu iyo inay tirtiraan oo uu ka tirtiro calayhim dushooda diinahum in uu wax diin la yidhaana inuu ka masaxo
oo baqaayaadkii diintii nabiyullaahi ismaaciil bay haysteenoo intaasina inay ka masaxanto qalbigooda iyo maankooda ayuu ibliisku doonayaa walyalbisuu inay iskaga dheehme ay isku dheehaan calayhim dushooda diinahum wax uun diina ilaahiya hadday jirto inay ka masaxantuu raba walow shaa allaahu maa facaluu ilaahay baase idinku imtixaamaya hadduu ilaahay rabi lahaa uu idinka qaban lahaa laakiin idinku ilaahay idinku eegaya saad yeeshaan فذرهم وما يفترون فذرهم إسكرناف أو إسكرتك إيجا إيو وما يفترون وحي بين أبورنا يامبا فرها كقد با إلهي لي هل كمان تعشر كنو هاي نقول شوغو وبالله توفيق